وهذا هل انت تعاني من هذه المشكله لما تيجي تختاري كزبره وبقدونس، ولا ما عندك مشكله في هذا الموضوع؟ صباح الخير ريم. صباح الخير. صباح الخير. خليني اسالك بالاول اذا انت بتميزي بالموضوع، اي هي الكزبره يا ريم؟ انا اعرف اميز صراحه، في اشياء كده من بعيد صعب. استني، هذه كزبره، هذه كزبره، وهذاك بقدونس، صح؟ طيب الحقيقه يا ريم انه هو اثنيناتهم بقدونس. ابدا، هدول اثنيناتهم بقدونس. كده عملتي فيها ضرب علينا. اي هذه كزبره، مظبوط. هاي كزبره، ايوه صحيح، وهيدا البقدونس. وانا اصلا اختلط علي الموضوع مره بحادثه شخصيه. يعني مره جيت وكان بدي اعمل صحن تبوله على السريع، فكان في بالبراد عند امي، فرمت البندوره البصل وهيدا، غسلت البقدونس على ما يبدو، يعني كان على بالي علي انه هيدا بقدونس. بس اكلت، الطعم كان كثير غريب. أيوة. هلا لو كنت بعرف انه هيدا الموضوع بنحف هالقد كنت اكلتهم صراحه، لاني حطيت بدل البقدونس كزبره بوقتها. يعني موقف ظريف. بس كيف صرتي بعد كده تفرقي بين الكزبره والبقدونس؟ لا بعدين صرت فرق من ثلاث عوامل اصلا، وصرت فرق اكثر وقتها انا صرت اطبخ اصلا. طيب فيك تفرقي من الشكل، فيك تفرقي من الريحه، وفيك تفرقي من النكهه طبعا. مصبوط. بالشكل اوراق، اول شيء البقدونس اخضر اكثر، لون الاخضر تبعه فاقع اكثر، بالوقت يلي الكزبره الاخضر تبعه شوي فاهي مقابل البقدونس، اوراقها اكبر، ويعني هون الاوراق تبع البقدونس كثير متجانسه وبتشبه بعض، والعنصر الاقوى هو الرائحه. مظبوط. الكزبره عندها رائحه مميزه وقويه، بالمقابل البقدونس يعني منعش وما عنده رائحه لافته، وكمان في نعومه في الورقه، يعني رائحتها القويه تقترن بطعم حاد. مظبوط. رائحه الكزبره قويه وطعمها حاد ايضا، وهي تستخدم يعني بالمطابخ الاسيويه والمكسيكيه وايضا بالشرق الاوسطيه، يعني هول العشبتين موجودين بالمطابخ بشكل عام ومستخدمين جدا. يعني انا كثير بحب كل شيء مقترن بكزبره وتوم، كل ما بنكبر بنحب الحاجات يعني تضاف على اي شيء. شكرا لك رينا، وشكرا على هذا التوضيح.